كلمة دعاية أو إعلان يعني advertisement أو publicity. بس الإعلان بيتعمل إزاي؟ لو إعلان موجود على النت أو على يوتيوب أو حتى في جريدة أو مجلة بنسميه ad، رغم إن هي اختصار ل advertisement، بس ad بتفهم إن هو إعلان كده. لو إعلان تلفزيون بنسميه commercial. أيوة نفس كلمة تجاري commercial. وطبعا غير بروشور، في عندنا لو الإعلان فواصل إعلانية بتيجي في وسط البرنامج أو مسلسل أو كده، دي بنسميها spots. أيوة spot spot. أو الإعلان له نغمة معينة أو البراند له نغمة معينة، يعني في موسيقى معينة مرتبطة بيه، دي بنسميها جينجل. جينجل إعلان طويل الممتد ده زي بطاطين الشركة السعودية كده اللي بيقعدوا يتكلموا فيه نص ساعة. لقد اشتريت هذا المنتج، نو يعالج الصلع، لقد اشتراه زوجي واختفى تماما. الإعلانات دي بنسميها infomercials. infomercial اختصار informational commercial، بس نضربه في الخلاط يطلعوا infomercial.